بالنسبة لكثير من الناس شراء سيارة هو استثمار كبير، لكن مع لائحة أقل سيارات تكلفة بمعرض دبي الدولي للسيارات راح أثبت لكم إنه هي مش مهمة صعبة كثير. نبدأ لائحتنا بأغلى السيارات على هاي اللائحة، وهي الهيونداي جراند اي 10 واللي عم تجينا بسعر 39900 درهم. هاي الهاتشباك الصغيرة حتعطيك كل اللي بتحتاجه لتنقلاتك اليومية، ويمكن تفاجأك باللي بتحتويه من تجهيزات مع هيك سعر منخفض. سيارتنا الثانية على هاي اللائحة هي الكيا بيكانتو، واللي بيبدأ سعرها من 39000 درهم فقط. تتميز البيكانتو بشكلها عن باقي السيارات بهاي الفئة، وهو شكل مميز ويلفت الأنظار. وما ننسى اللي بتقدم لك إياه من مساحة جيدة بالداخل رغم حجمها الصغير من الخارج. وبقدم لكم أرخص سيارة لقيناها بمعرض دبي الدولي للسيارات 2017، عم تتربع المتسوبيشي ميراج بسعر 37000 درهم بس على قمة هاي اللائحة. تيجي الميراج مزودة بمحرك 3 سلندر بسعه 1.2 لتر، بيوعدنا بتوفير آخر وهو استهلاك الوقود، يعني كمان بتوفر لك باستهلاك الوقود. انت ما رح تكون ابدا غلطان اذا كنت بتبحث عن التوفير مع المتسوبيشي ميراج.